راح نقدمه من خلالها أوراق الاعتماد تاعنا الاحتضان كان 2025 إلى نجحت لوشان إلى نجح هذه البطولة الإفريقية للاعبين المحليين، يعني راح تكون الحظوظ تاعنا كبيرة لاحتضان كأس أمم إفريقيا. لا هذه أنا نقولها لكم الدركة راح تنجح 100%، لأن أنا قلت لك ليجو من تيراني قبل دركة non seulement ils vont bien organiser mais au contraire ils vont doubler في ليفور تاعهم. علاش؟ لان هذيك اللي راح يمد النقطه لا كاف على الاورغانيزاسيون تاع لا كوب دافريك دي ناسيون 2025، دونك ils vont mettre tous les moyens. je suis sûr que راح تنجح وتخرج في المستوى. انا حاجه واحده برك، انا نتمنى غير البيبليك برك، باسكو انا على بالي نعرف الدوله كونت الميلي مويا ما كاش ايرور كاع، كي تحب تنجح الامور البيبليك لازم ياكومباني هادشي. البيبليك لازم يمد نظره ليزافريكا ولا كاف والفيفا بلي شت في وهر البيبليك كان في لومبيونس الدنيا. احنا لازم كيف تكون في هذا المستوى باش ان شاء الله تجوز الامور مليحه ولالجيريا لا ديكسبيريونس. اون اورغانيزي لي جو ميديتيرانيا تاع 75 كان عندنا استقلال حسب 62 75 13 سنه 13 ابري تي اورغانيز كومام سي با سيتي ديفيسيل مي جازو في القمه.